مرحبا بكم على قناة تجارب دكتور فرياديات اليوم عندنا حصة جديدة خاصة بالبكالوريا ولكن فقط خاصة بالشعبة ديال سيونس مات داكوغ هذه الحصة هذه غادي نخدموا لي زيكزيرسيس اللي كاينين في صفحة 58 من المقرر ديال المفيد سيونس ولكن هاد الحصة هذه غادي نخصوها لحاجة واحدة اللي هي لا فونكسيون ارك طونجونت، غادي نحاولوا نديروا واحد اه بتي غابيل سيغ هاد لا فونكسيون ارك طونجونت، ومن بعد غادي ندخلوا لي زيكزيرسيس اللي كاينين في الصفحه 58، غادي نحاولوا نخدموا كاع لي زيكزيرسيس ديال الارك طونجونت، داكوغ، ولكن قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بالنسبه للعرض راه انتهى الوقت انتهى الوقت ماشي انتهى الوقت انا كنت حاط واحد لا دات ليميت لا انتهى الوقت بالنسبه لي انا لان ما بقيتش قادر انني نلتزم بواحد الوقت فيكس نفيكسيه مع واحد الجروب يعني الاوقات اللي ممكن انني نعمرهم عمرتهم بالنسبه للاوقات الاخرى اللي باقيه عندي فارغه هذيك مخصصه لشي حوايج اللي عندي مهمه جدا ضروري انني نديرها اذا بالنسبه للتلاميذ ولا الطلبه اللي كيصيفطوا لي في واتساب باغيين يدخلوا للعرض وكنقول لهم انه انتهى راه ما عنديش شي مشكل معاهم لان كتشوف واحد كيبقى فيهم الحال ما عنديش شي مشكل مع مع شي طالب بالضبط ولا وانا دائما الشيء اللي كنحاول ندير في القناه كنحاول انني ننصح لكم يعني كوم يل فو كنحاول انني نوصل لكم المعلومه كما كما عارفه انا ما كنحاولش انني نقص منها ولا ولا كما كيديروا البعض ربما كينقصوا من الحاجه باش تجي عنده العرض ولا عاد يعطيك المعلومه كامله انا يعني ما عنديش هذا الشيء ممكن انه غير في هذه القناه هذه هذه الحصص اللي كنديروا دابا مجانيه فقط بوحدها ممكن انك تفهم بها مزيان وممكن انك يعني تجيب بها بها نقاط مزيانه اما بالنسبه للناس اللي 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 لي كيصيفطوا ليا بقات حاجه واحده امكانيه واحده اللي ممكن ان نديرها هي الحصص اللي انديفيديال الحصص اللي فرضيه اللي ممكن اللي مع طالب واحد ولا مع تلميذ واحد ولكن بشرط انه يكون يعني عارف مزيان شنو باغي يسول لان حصه وحده عارف انه عنده واحد المشكل في واحد الشابيتر عنده مشكل في واحد لاسيري باغي يخدمها واحد ليكزام باغي يخدمه عنده سؤال هنا سؤال هنا سؤال هنا عند جامع واحد واحد الكونتيتي ديال ديال لي كيستيون ديال لي بروبليم اللي اللي عنده ونديروا مع ندير حصه ولكن حصه يعني فقط واحده لان كما قلت انا عندي مشكل مع الالتزام بواحد الوقت بالضبط كل اسبوع واحد الوقت ما هو ما ما انني نزيد نعمرو اما الا الا كانت مثلا شي امكانيه بحال هكا اننا نتفقوا على شي وقت اللي ممكن انه يكون فارغ ونديروا الحصه ماشي مشكل نبداو الغابيل Y, il est qui sait tangente de x avec x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2. Ça équivaut à dire que x égale l'arc tangente de y avec y dans, dans R. Et donc, il y a 12 tangentes, l'arc tangente, etc. Ou il y a un x, de choses. La charte de l'équipe, c'est que x recycle l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. C'est ça, c'est que x recycle l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Et donc, vous il y a un donné, une y qui sait où tangente de x.

داكوغ دونك هادو هادي عقل لي مزيان غادي نستعملوها بزاف في هاد الحصه هادي وفي الاخر غادي تفهمها مزيان الحاجه الثانيه اللي خصك تعرف ان الطونجونت ولا الطونجونت كيتختازلوا بشروط الاولى الا كان عندك طونجونت هي الاولى ولا الطونجونت هي الثانيه هنا كيتختازلوا بدون شرط كتبقى عندك هي اكس كالك سوا اكس دون ار الا كانت عندك طونجونت ديال الطونجونت دو اكس دونك راه هي اكس اما إذا عندك اكس كاين في الانترفال موان بي دونك ديال اكس يعني ان هذا لاك طونجونت ميمكنش تختزل مع طونجونت حتى تكون اكس كاينه في الانترفال موان بي, بي اذا فين كاين المشكل كاين المشكل الا كانت هي الاولى الا كانت هي الاولى ما ما, ما عندكش الحق تختزل حتى تكون عندك هذا الاكس اللي داخل طونجونت كاينه في الانترفال اي حاجه قريبه من طونجونت خصها تكون في هادشي ماشي بصفة عامة غير ملي كنكونو خدامين ملي كنكونو باغيين ندخلو لارك تونجونت باغيين نخدمو بلارك لأن لارك تونجونت نيكزيست با في, في, الخارج ديال لانترفال موان بي سير دو بي سير دو متافقين عقل على هادي مزيانة هادشي كلو اللي كنقول دابا هاد الغابيل غادي نستعملوه وغادي فاش تسالي هاد تسالي هاد الحصة هادي غادي تكون ضابط مزيان داكوغ هذا هذا وعد وعقل مزيان على هادشي أه 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 كاتريام أه أه شوز ou en a a la formule quel que soit x positive l'arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x égal pi sur Hadi, à Thoum, quel que soit x négative arc tangente de x plus arc tangente de un sur x qui égal moins pi sur qui fait que jugé a une fonction de x plus l'arc tangente de 1 sur x mais F2X, der de x dire dérivée d'accord définition de la زيرو بليس انفيني خذ زيرو بليس انفيني في الاول باش يكون انترفال لان غنحتاجو يكون انترفال دونك اه اه دي لها دير لها دي ديريفي مي غدير ديريفي غتلقى زيرو شنو معنى ديال فونكسيون ديريفي ديالها زيرو يعني لا فونكسيون كونستونت عوض بواحد شنو شنو معنى الكونستونت يعني ان اف دو اكس كتساوي واحد الكونستونت كالك سوا اكس يعني عوض اكس باش ما بغيتي شي حاجه بوزيتيف غتعطيك ديما نفس الفالور عوض اكس بواحد غتعطيك اكتونجون ديال ان بليس اكتونجون ديال ان هي بي سور 4 بلس بلس uh, بي سور 4 اللي هي بي سور 2 اكسيتا نفس نفس الطريقه هنا يعني ان لا كونستانت هي بي سور 2 هنا لا كونستانت هي مو بي سور 2 دونك نشوفوا ثاني ان لا طونجونت ديال لا طونجونت راه ديفيني من ار دون مو بي سور 2 بي سور 2 دكور اي كالكو سو اكس ابارتين ار هاد لا طونجونت راه ديريفابل لا طونجونت بريم هي 1 سور 1 بلس اكس كاري وحتى لا طونجونت ديال بريم ديال اف ديال فونكسيون هي اف بريم على 1 بلس اف اف او كاري تقدر تستعمل ديريفي ديال كومبوزي اه, لا ليميت لا ليميت ديال لارك تونجونت في بليس لانفيني كتعطيك بي سور دو لا ليميت في موان انفيني كتعطيك موان بي سور دو ولا ليميت ديال لارك تونجونت دو اكس سور اكس تساوي واحد داكوغ بحال طونجونت كتشبه في هاد ليميت اللي كتشبه لطونجونت وهنا ديريفي كيعني انها بوزيتيف يعني لارك تونجونت راه كخواسونت عقل على كخواسونت ستريكتومون كخواسونت لارك تونجونت دائما ستريكتومون كخواسونت ثامن أه، حاجه واحد الغولاسيون لي اللي واش كاينه في البرك... واش غيديرها معكم بروف ولا ما غيديرهاش حتى تشوف داك حتى تشوف الكور أه، شنو كتقول لك هاد البروبريتي هادي كلكو سوا اكس واي بارتينا ار بلس افيك اكس انفيرورا واي باسكو طونجونت ديال ديال اكس بلس ارك طونجونت ديال اي كتساوي ارك طونجونت ديال اكس بلس اي على ان موان اكس ايكغيك هادي مهمة جدا و كتسامبلي لينا بزاف ديال 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 الصعوبات بزاف ديال الحساب ولا كالكول مثلا طويل ولا مثلا شي حاجة اللي صعيبة ما ما عرفتيش ليها تقدر تطبق هادي غادي تخرج ليك بسهولة داكوغ كاينة فورميلا وحدة أخرى ما درتهاش ديال ارك طونجونت ديال اكس موان ارك ديال اي إذا كانت عندك هنا حتى هاد ليسين كيتبدلو x plus y غتولي عندنا x moins y وهنا m moins xy غتولي عندك m plus xy هادي حتى هي فورميل كيفاش نمونطريوها كيفاش نديمونطريو هاد القضية هاد ارك طونجون ديال x سميها الفا هاد ارك طونجون ديال y سميها بيتا وحسب طونجون ديال الفا بلس بيتا حسب طونجون ديال الفا بلس بيتا هي طونجون ديال الفا بلس طونجون ديال بيتا سيغ ان موان طونجون الفا فوا طونجون بيتا دكور طونجون الفا شنو هي طونجون الفا هي x لان دي الطونجونت ديال لا طونجونت ديال اكس هي اكس والطونجونت ديال بيطا هي ايغريك دونك غادي تحو غت... تحسبها غتلقى هي اكس زائد ايغريك على ام موان اكس ايغريك اي دونك قلبها ثاني استعمل هذه الاولى اللي كنا كنقولوا هنا داكو استعمل هذه اللي قلناها هنا هذه هي الديمونستراسيون ندوزو دابا ليكزيرسيس 53 صفحه 58 قال لك سامبليفي غادي يعطيك دي زيكسبريسيون يقول لك سامبليفيهم اي دونك ليكسبريسيون الاولى ليكسبريسيون الاولى عندنا ارك طونجونت ديال طونجونت ديال واحد وربعين بي على على سبعتاش هنا واش نقدرو نختازلو ارك طونجونت مع طونجونت لا لان قلنا كاين مشكل الا بدينا بالارك طونجونت فاهمين وقلنا بلي اي حاجة داخل قريبة من من طونجونت مثلا هاد واحد وربعين بي على سبعتاش قريبة من طونجونت دونك ميمكنش خاصها ضروري تكون في كاينة في لانترفال موان بي سور دو بي سور دو هاد واحد وربعين بي على سبعتاش مكيناش في الانترفال بي سور دو بي سور دو موان بي سور دو بي سور دو هي كبر من بي سور دو باش عرفناها عندنا 41 على 17 كبر من 1 على جوج داكو قارن غير هادي مع 1 على جوج اي دونك خاصنا نرجعوها للانترفال كيفاش غنرجعوها للانترفال اللي كنت كنهضر معكم في الكور عليها و كنقول لكم انه غنوصلو لي زيكزيرسيس وغنشرح لكم آه غادي نحولوها هاد 41 نرجعوها 34 زائد 7 داكو هاد 34 نقسموها على على 17 عطينا جوج بي جوج بي زائد 7 بي على على 17 هاد جوج بي هادي طونجونت ديال جوج ديال جوج بي زائد اكس راه هي طونجونت دو اكس لان طونجونت راه دو بي بيريوديك صافي اذا كتبقى عندنا غير طونجونت ديال 7 بي على 17 وهاد 7 بي على 17 راه صغر من بي على جوج كاينه في الانترفال اي دونك دابا ممكن نختزلو طونجونت مع لا طونجونت رد البال شنو درنا اذا كتحاول دائما انك تقلب على واحد هذا 41 هادي كتقلب ليها على على شي شي عدد اللي صغر منها ويكون ويكون قريب ليها، صغر منها ولا اكبر منها، المهم انه يكون مضاعف ديال 17، يكون ان ديال 17. باش تختازلو يعطيك 2 بي مثلا، ولا يعطيك 4 بي مثلا، ولا 6 بي ولا شي حاجة، وهاد 2 بي ولا 4 بي ولا 6 بي ولا شي حاجة، ممكن انك يعني تسامبليفيها، داكوغ؟ لأن التونجونت ديال 4 بي زائد اكس هي تونجونت دو اكس بحال بحال. هادي الأولى، الثانية. لارك طونجونت يدير طونجونت موان تسعود اه و اه بي على 3 هادو هادي في الانترفال متافقين لأن هادي صغار من موان بي سور قلت قارن غير ناقص تسعود و مع ناقص واحد على جوج قارنهم غتلقى أن هادي هي صغيرة اذا ما كايناش في الانترفال كيفاش غادي ندخلوا الانترفال غادي نقلبوا ثاني على 79 نقلبوا على شي مضاعف ديال 3 قريب ل 79 79 شحال مجموع ديال الاعداد 9, 7 هي 16 16 ماشي مضاعف ديال 3 اذا 79 ما كتقسمش على 3 ولكن الا كانت 78 78 زائد زي... 8 زائد 7 هي 15 15 كتقسم على 3 اي دونك 78 اي دونك غادي ناخذ ناقص 78 بي ناقص 1 اللي هي ناقص 79 على 3 غنفرقوا البسط على المقام غتعطينا 78 على 3 هي 26 وهنا غتبقى لك بي على 3 هاد 26 بي كلها غادي نختزلوها كلها غادي نختزلوها دونك كتبقى عندنا فقط ديال الطونجونت ديال موان بي سير 3 دابا ممكن نختزلهم تبقى عندنا موان سير 3 حنا وضحنا دابا هاد القضيه ديال مع طونجونت امتى ممكن نختزلوهم لارك أه. ديال تانجنت دو 5 فوا ارك ديال 3 هنا

هي واحد على طونجونت دو اكس داكو تستعمل سينوس على الكوسينوس دير سينوس ديال, ديال بيسيور دو موان اكس على كوسينوس بيسيور دو موان اكس وطبق لي فورمول غادي تلقى انها كتساوي واحد على طونجونت دو اكس اذا غنعوضو هنا هاد واحد على طونجونت دو اكس راه هي طونجونت ديال بيسيور دو موان اكس هاد بيسيور دو موان اكس فاش غادي نحسبوها غنلقاو خمسة بي على 22 خمسة بي على 22 كاينه في الانترفال علاش لان خمسة على 22 صغر من 1 على متفقين اي دونك دابا ممكن نختازلو هاد لارك مع بقى عندنا 5 بي على 22 ولكن رد البال إذا كانت عندك الطونجونت هي الاولى ولا لارك هي الثانيه صافي هذاك الشيء اللي عندك لداخل هو اللي صافي ممكن تختازل ديريكتومون بلا بلا, بلا حتى شي شي كونديسيون منصافقي خاص غير داك الاكس اللي لداخل ما يكونش مثلا في المقام مثلا ولا شي حاجه تما خصو يكون هذاك اكس يكون ديفيرونت زيرو دكا خص غير نضمن ل ديفينيسيون دكا هاد هي الاكسبريسيون نشوفوا دابا طنجون ديال ارك طنجون ديال 2016 هادي اللي كنت كنقول دابا هي 2016 صافي تكون كما كانت تكون 2016 صافي تكون 17 على 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 راسين دو 3 تكون تكون كما كانت كلكو سو اكس دونر <applause> طونجونت ديال ديال ارك طونجونت ديال جوج على ثلاثة ناقص ارك طونجونت ديال ثلاثة على سبعة اذا اول حاجة خصنا نشوفو واش بعدا هاد لان قلنا ملي كنبغيو نحسبو طونجونت خاص هادشي اللي كان هاد شلي يكون لداخل خاصو يكون كاين في الانترفال موان بي سور دو بي سور دو متافقين على هادي اي دونك غادي نتاكدو بعدا واش هاد هاد ليكسبريسيون بعدا واش بيان ديفيني واش اكزيست بعدا واش ما مف... فيها مف... 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 حتى شي مشكل عاد ممكن نحسبوها دابا راه كاين كيفاش نطبقوا عندنا فورمول كيفاش نطبقوا ان... ولكن ما عندناش حق نطبقوها ديريكت لا فورمول شنو كتقول لنا طونجونت ديال اكس موان ايكغيك شنو هي هي طونجونت دو اكس موان طونجونت دو ايكغيك سيغ ان بليس طونجونت دو اكس فوا طونجونت دو ايكغيك هادي كتبتها لكم شحال من مرة

علاش لان هادو لي طونجونت ديالهم معروفين متفقين انا غادي نكتبهم لكم من بعد دابا جوج على ثلاثة راه محصورة بين زيرو و غاسين دو و ثلاثة على سبعة حتى هي محصورة بين زيرو و غاسين دو دو, على زيرو دو, دو إذا غادي دابا بما أن جوج على ثلاثة محصورة بين هادو غندخلو عليهم لارك طونجونت يعني أن لارك طونجونت ديال جوج على ثلاثة كاينة في لانترفال زيرو بي سير

باش عرفنا ان هاد ليماج ديال هاد لانترفال راه هو هذا غنطبقو لا فونكسيون اك تانجونت اي كونتينيو اي ستريكتومون كروسونت تافرين باش يبقى عندك لانترفال باش يبقى عندك ليماج ديال لانترفال اي تان انترفال ويبقى عندك بنفس الترتيب اي دونك كار لا فونكسيون اك تانجونت اي كونتينيو اي ستريكتومون كروسونت سور ار يعني ان لارك ديال 2 على 3 محصور بين 0 بي 4 4 وهنا غنضربو في موان موان لارك ديال 3 على 6 7 محصور ما بين موان بي 4 و 0 دابا غادي نجمعو الا جمعنا غادي محصوره ما بين ما بين 4 و 4 اللي هي اصلا حتى هي محصوره ما بين موان 2 و بي سير 2 فاهمين اذنك لارك تانجونت ديال 2 على 3 ناقص لارك ديال 3 على 7 كاينه في الانترفال موان بي سير 2 بي 2 دابا دخل دابا عندنا الحق ندخلو على هده على هاد لافالور دونك هي طونجونت دو اكس موان طونجونت دو سيغ ان موان بليس طونجونت دو اكس طونجونت دو هادي هي جوج على تلاتة ناقص على سبعة على واحد زائد جوج على في على سبعة الى حسبنا على سبعة واضحة الفكرة ندوزو دابا ديال موان ارك طونجونت دو 5. Nous la tangente est une fonction impaire. tangente est une fonction impaire. Et donc, a moins. on tangente de l'arc tangente de 5. On avons dit que tangente, parce n'y aurait pas de tangente de l'arc tangente de quelque Il est moins 5. tangente de l'arc tangente de 3. Je qu'est-ce que طونجونت هي في الحقيقه خصني نبين حتى حتى هذه دو ارك طونجونت ديال 3 خصها تكون محصوره ما بين ما بين موان بي دو بي دو لان عندي واحد دو هنا راه ممكن انه نخرجوا من الانترفال كون كانت غير ارك طونجونت بوحدها ما كاينش مشكل داكو كون كانت غير ارك طونجونت بوحدها ولا حتى هنا مثلا ملي تكون موا ماشي مشكل لان لارك طونجونت ديال ديال كاينه في الانترفال موان بي سور دو بي دو دونك حتى موان راه كاينه ف فلانترفال موان بي سور دو بي دو اما هنا ضربنا في واحد دو دابا هادي راه كاينه فلانترفال موان بي بي كيف خصنا نبينو انها ما كاينه كاينه فلانترفال موان بي سور دو بي دو حاولوا معها دكو حاولوا معها لان نسيتها اذن خصكم ديروا شي ميثود باش تبينوا ان لارك طونجونت ديال 3 فوا 2 راه حتى هي محصوره بين موان بي سور دو و, و, و بي دو اي دونك الا الا هاد القضيه هادي بيناها اي دونك غادي نقدروا نطبقوا طونجونت ديال اكس بلس واي هي طونجونت ديال ارك طونجونت 3 بلس ارك طونجونت 3 اللي هي 2 فوا طونجونت ديال ارك طونجونت ديال 3 مقسومه على 1 ناقص طونجونت ديال ارك طونجونت ديال 3 لو تو كاري اي دونك هي 6 على على دونك هي 3 سور 4 دكور كالكولي بسيط ولكن غير غير باش نتاكدوا ان فعلا داكشي اللي داخل الطونجونت راه كاين في الانترفال موان بي سور دو بي سور دو ليكزيرسيس 54 سامبليفي ا أه... لارك طونجونت ديال دو بلس ارك طونجونت ديال ان سور دو هادي ديريكتومون غنستعملوا فيها هاد الفورمول اللي قلنا لان كلكو سو اكس بوزيتيف أه... لارك طونجونت ديال, إكز... ديال, ديال اكس زائد لارك طونجونت ديال واحد الاكس تساوي بي سور دو اون برون اكس ايغال دو إيه دونك راه هي إيه هي هادي كتساوي بي سور دو الثانيه حتى هي ولكن الثانيه ماشي الثانيه عندك ان موان غاسين دو هنا ان بلس غاسين دو دو غادي كلشي هي الاولى ارك تنجون ديال دو وهنا غتولي عندي موان ارك ديال غاسين دو ولكن واحد الملاحظه خصك تلاحظها انه أن سور ان بلس دو 2 راه كتساوي 1 موان غاسين دو 2 سور ان موان غاسين دو 2 ضرب في الكونجيكي اي دونك هي اي هاد ان اه موا غاسين دو دو هاد ان اه موا غاسين دو, دو. غادي نخرجوا منه واحد باش تولي عندي هنا نب... بليس وغتبقى عندي غاسين دو 1 هاد غاسين دو هي ان دو صافي هاد بليس دو في في الاخير هي غاسين دو دو موانزا هاد غاسين راه sur... هي ان سيغ بليس دو, دو, donc, دو, 1 1 دو, دو. Donc, عندك واحد زائد واحد شنو كتساوي هادي كتساوي موان بي سور دو دكو كتساوي هي اصلا كتساوي بي سور دو ولكن مع دو موان عطينا موان بي سور دو ندوزو دابا للكيستيون دو ايطابلي لي جيكاليتي سويفونت بغينا نبينو ان لارك طونجون ديال واحد على دي جوج زائد لارك طونجون ديال واحد على ثلاثة كتساوي بي على ربعة كيفاش غادي نبينوها غادي هي واضحة الطريقة الطريقة هي ندخلو لا طونجونت غادي نبينو ان الطونجونت ديال 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 هاد لاك طونجون ديال واحد الجزء لاك طونجون ديال واحد ثلاثة طونجون ديال هادي كاملة كتساوي طونجون ديال بي سور يعني كتساوي آه إذا إذا ندخلو طونجون تنحسبو ولكن من ندخلو طونجون حتى نتأكدو أن هاد لاك طونجون ديال واحد الجزء لاك طونجون ديال واحد ثلاثة كاينة في الانترفال مون بي سور دو بي لا هذا هو المشكل الكبير في هاد في لاك هو أن هو داك الانترفال مون بي سور دو بي سور لا إذا كيفاش شنو غنديرو غادي نبداو ب عندنا لاك ديال واحد على جوج محصوره ما بين لاف طونجون ديال زيرو ولا طونجون ديال واحد علاش لان واحد اللي جوج محصور بين زيرو وواحد ولا فونكسيون ا طونجون تي اكروسونت اي دونك لاف طونجون ديال واحد اللي جوج محصوره بين زيرو بي سي 4 دونك خليها نمشيو ثاني واحد على ثلاثه حتى هي محصوره ما بين لاف طونجون ديال واحد على محصوره بين لاف طونجون ديال زيرو ولا طونجون ديال واحد نفس الم... نفس الطريقه اللي... يعني لاف طونجون ديال واحد على حتى هي محصوره بين زيرو بي سي 4 دونك هي هيدي. لا واحد ثلاثه بين 0 4 دابا غادي نجمعوهم غتعطينا بين 0 اللي بغينا بغينا تكون محصوره بين مو 2 2 دونك اون بو ابليكي لو المش... ترد البال معاها الا ما درتيش هاد التمهيدات هاد هادو ما, يمكن... ما تاخذ نقطه كامله لان ضروري اللي يكون كاين في الانترفال

نفس الحاجه نفس الحاجه اللي صعيب باغي نخدم معكم غير اللي صعيبه اللي صعيبه يتبين ان هاد الثلاثه هادو كلهم كاينين في الانترفال آه المجموع ديالهم كاين في الانترفال مو بي سور دو بي من بعد غتابليكي طونجونت وغتستعمل طونجونت ديال تستعمل خذ هاد دارك طونجونت ديال واحد على جوج زائد دارك طونجونت ديال واحد على خمسه خصك تعمل خذ كامله هي اكس وهادي هي ايكغ ومن بعد ثاني داكو خذ بجوج بجوج اذا غن اون فا اون فا بوزي اكس ايغال اكتونجون ديال واحد على جوج و ي هي أرك طونجون ديال واحد خمسة و زاد هي لارك طونجون ديال واحد على ثمانية دابا لارك ديال واحد على بين ديال و ديال غاسين تأكد من هاد القضية أن واحد على على هي فعلا صغر من غاسين دو تخوا سيغ تخوا داكوغ خود بين أن واحد على جوج صغر من غاسين دو تخوا سيغ تخوا إي دونك لارك طونجون تحتها إيه محصورة بين 0 بلي سيس ايضا Y حتى هي محصورة بين زيرو بي سيس، زاد حتى هي محصورة بين زيرو بي علاش لان واحد على جوج محصورة بين زيرو و غاسين دو تخوا محصورة بين زيرو و غاسين دو و ان محصورة حتى هي بين زيرو و غاسين دو تخوا إيه تخوا و y و زاد كلهم محصورين محصورين ما بين بي 6 و زيرو اي غادي نجمعهم اللي هي فعلا محصورة بين زيرو Donc, euh, donc appliquer le tangent. D'accord Ça fait. possible vais vous dire. On va faire un tangent de x, y et z qui est là. Ça fait donc là, le résultat. Euh, je vais vous dire. 4 arcs tangents de l 1 sur 5. Moins l'arc tangent de l 239. Égal, puis sur 4. Et donc. غادي اون فا بوزي تاني اكس ايكال ار طونجون ديال 1 5 و ي كتساوي لارك طونجون تدير واحد على 239 وهنا كاين واحد الريجيمي غادي غادي يعاونكم هذا هد الريجيمي هذا طونجون تدير بي سير 3 كيساوي غاسين دو 3 وغاسين دو 3 كيساوي تقريبا 1.732 عقل لها الفالور بلان غتحتاج انك تقارنها مع الاعداد الاخرين مثلا تكون عندك واحد على جوج واحد على خمسه ولا شي حاجه غتشوف واش صغر من راسيون دو 3 صغر من راسيون دو 3 سيغ 3 ومن الاحسن انك تخدم براسيون دو 3 سيغ 3 لان هي اللي صغر وهي اللي كتعطيك داكشي بريسيز داكو خصك شحال ما صغرتي لانترفال غادي توصل لي غادي تكون لو عندك مضمون اكثر داكو الا خدمتي براسيون دو 3 سيغ 3, 3، غادي تكون قربتي اكثر اذا طونجون ديال بي سيغ 4 هي 1 وطونجون ديال بي سير 6 هي راسيون دو 3 سيغ 3 كتساوي 0.577 إذا عندنا لارك طونجون ديال 1 سور 5 محصورة بين لارك طونجون ديال 0 و لارك طونجون ديال غاسين 3 سور 3 دونك إلا ضربنا فوا فو 4 لأن عندنا هنا مضروب في 4 عارفين شنو بغيت ندوي دابا دابا باغي نبين أن هاد لارك 4 فوا لارك طونجون ديال 1 سور 5 موان لارك طونجون ديال 1 سور 239 هادي كلها محصورة ما بين موان بي سور دو بي سور هادشي اللي كنحاول نبين باش ندخل طونجونت ولكن غنوقع في مشكل غنوقع يعني في مشكل ركز معايا فاش غنضرب في 4 غتولي عندي محصوره ما بين 0 و 4 بي سيغ 6 اللي هي 2 بي سيغ 3 وهذه ما محصوراش ما بين 0 و سيغ 2 لان 2 بي سيغ 3 كبار من بي سيغ 2 اذا المشكله هادي ولكن كون كنت ضربت غير في 3 هاد هاد كن... 4 هادي كون كون ما كانتش 4 كون كانت غير 3 كنت غادي نضرب 3 فوا بي سيغ 6 اللي هي بي 2 دونك غادي نطيح في في لا دو اكزاكت يعني اللي باغي نيت اذا علاش ما نحاولش نبي نبين حاجه اخرى علاش ما نحولش هاد ارك طونجونت للجهه الاخرى وهاد كات كنرجعها غير تخوا وهاد ارك طونجونت اللي غادي اللي غتبقى نحولها حتى هي للطرف الاخر ونبدل الصيغه ديال ديال هادشي اللي باغي نبين داكو هادي الفكره مي 2 سور 3 2 3 كبر من بي سور 2 دونك مشكله اور اون ا ضربنا في 3 غادي تكون محصوره ما بين بي 2 0 دونك اون مونتر كو 3 x في الاول كنا باغيين نبينوا ان ان uh, 4x -y pi sur 4 4x-Y ي كتساوي بي 4 دابا لا غنحاولوا نبينوا ان 3 x ايغال بي سور 4 بلس ي موان اكس اذا شنو غنديرو دابا دابا هاد صافي تهنينا من المشكل ديالها لان صافي بيناها ان محصوره ما بين زيرو بي سور سور بي سور 4 بليس, بليس موان اكس حتى هي خاصنا نبينوها في الانترفال موان بي سور 2 بي سور باش حتى هي ندخل عليها ل... عليها ي عندنا محصوره ما بين زيرو و ديال 3 سور 3 اللي هي بي 6 دكا علاش لان هذيك واحد على 239 راه محصوره ما بين 0 و 3 سي 3 واحد على 239 راه صغيره بزاف فاهمين دونك فعلا محصوره بين 0 وما بين هاد غاسين دو 3 3 اللي هي 0.577 صغير منها دونك اي كاينه ما بين 0 بي 6 مو اكس دابا X كاينه في الانترفال 0 بي 6 دابا غنضربوها في مو مو بي 6 محصوره ما بين م... اه اكس مو محصوره بين مو 6 و 0 إذاً دونك غادي نجمعوهم غنجمعو ايكغ مع موا اكس غتبقى محصوره ما بين موا بي 6 و p 6 غنزيد عليهم بي سور 4 غتولي محصوره ما بين p 6 بلس بي 4 اللي هي صغر من p 2 علاش لان p سور 4 خصنا نزيد قارنا قارنا واحد ما غاديش نشرح اي حاجه داكو صغر من p 2 وهذه حتى هي صغر من موا بي 2 يعني ان Pi sur 4 plus y moins x, c'est tout ce qui est moins pi sur 2 ou pi sur 2. Et donc, on peut appliquer la tangente sur 3x et sur pi sur 4 plus y moins x. On va 3x sur le terme de tangente de 2x. Tangente de 2x, c'est 2 tangente de x sur 1 moins tangente carré de x. Il 2 fois 1 sur 5. Il y a

اللي هي طونجون ديال اكس هي واحد على خمسة ديال جوج اكس هي اللي حسبنا هنا حسبناها خمسة على 12 عوضناها هنا طونجون ديال اكس تاني واحد على خمسة خمسة على 12 إلا حسبنا هادشي عطينا سبعة و على خمسة و سبعة و على خمسة و هي هي, هي, هاد. هي ديال هادشي ديال تلاتة اكس عفوا دابا خصني نمشي نحسب طنجون ديال بي سور موان إكس إلا حتى هي سبعة على خمسة غنبدا ب طونجونت ديال بي سور 4 بلس واي غنبدا بها هي الاولى دونك ما غنديرش نقص اكس غادي ناخذ غير بي سور 4 بلس واي هي هذه طونجونت ديال بي سور 4 هي واحد طونجونت ديال واي هي واحد على 239 مقسومه على واحد ناقص واحد على 239 دونك عطينا 240 على 238 اختزلنا 120 على 119 نشوفوا ثاني الا دخلنا دابا مع اكس غتولي عندي طونجونت ديال دير واحد ا ناقص بي ا هي بي سور 4 بلس بي و هي اكس اي دونك طونجون ديال ا آه موان طونجون ديال اي ديال بي سور 1 بلس طونجون ا آه بي اي دونك غادي نعوض صافي دابا وضاحت وضاحت الى حسبناها غنلقاوها 37 على 55 دول ريزلت فاهمين اذا شنو فهمنا من هاد ليكزومبل انه ماشي بالضروره تخلي لا فورمول كما هي وتحاول تبينها خاصك تحاول تقدر تنقص من هنا وتزيد من هنا راه بحال عندك واحد الميزان ما موازنش ميزان ولكن الكفتين ديالو ما موازنينش خود وحده من هنا وحطها هنا وحاول تقاد باش تبين باش تقدر تبين ان هذه كاينه في بي سير 2 موان بي سير 2 بي سير 2 هادي كاينه في موان بي سير 2 بي سير 2 عقل الفكره اون بوس الفا دابا كتساوي ارك طونجون ديال واحد على جوج ناقص ارك طونجون ديال واحد على سبعه فيريفيكو الفا كاينه في الانترفال زيرو بي سير 3 فيريفي كو داكو فيريفي انا كن كنحس ان هاد لا ريبونس لي درت ماشي ديال فيريفي كو انا فيريفي كو فيها شي حاجه اللي شي حاجه سامبل ولكن المهم غنعطيكم لا ل... 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 ديمونستراسيون شوف واش واش حتى نتوما متفقين معايا ولا لا بحال خاصة شي غادي نحاول ان نفكر دابا واش غادي نلقى شي فكره ولا uh, onna... لا اون لا ركتونجون ندير واحد على جوج كبر من لاك طونجون دير واحد على سبعة يعني أن لاك طونجون دير واحد على جوج ناقص لاك طونجون دير واحد على سبعة علاش بعد هادي لأن واحد على جوج كبر من واحد على سبعة داكوغ لاك طونجون راه فونكسيون كخواسونت يعني كتحافظ على الترتيب يعني أن هادي نا... بوزيتيف إذا شنو خاصنا باش تب... باش تولي عندنا ألفا خاصنا دو إذن هادي غادي نزيد هاد هد... لابارتي كلها غادي نزيدو عليها أرك طونجون دير واحد على جوج حتى الزيرو خصنا نزيدو عليها أرك طونجون دير واحد على جوج

لاكتونجون دير واحد على جوج محصورة بين زيرو و 6 سيس إي دونك دو فوا دير واحد على جوج محصورة بين زيرو و 3 و موان على على صار من زيرو دابا إنك هادي من خود جوج واحد على جوج من وهنا عندك موان لاكتونجون دير واحد على سبعة من زيرو جمع دكا غناخذو هاد الاولى مع الاولى والثانيه مع الثانيه اي دونك دو لارك طونجون ديال واحد على دي جوج ناقص لارك طونجون ديال واحد على دي على سبعه صغر من بي بي سيغ 3 اللي هي الفا صغر من بي سيغ 3 دابا غنشوفو كالكولي طونجون دو الفا بوي دي دوي غلا فالور دو الفا اه يعني هاد الفكره اللي بان لي كنت باغي ندير دابا غتسبق الاحداث دكا ما, ما عنديش حق نديرها لان ما خصنيش نحسب طونجون قبل من قبل من هاد الكيستيون هادي طونجون ديال الفا غادي نحسبوها التابونجونت ديال الفا محصوره ما بين الفا محصوره ما بين 0 و, و... بي سير 3 آ... اي دونك عندنا الحق دابا ندخلوا عليها طونجونت لان محصوره بين 0 وبي سير 2 دكا لان بي سير 3 صرامه من بي سير 2 اي دونك طونجون ديال الفا كيساوي طونجون ديال 2 اركتونجون ديال 1 سير 2 ناقص طونجون ديال اركتونجون ديال 1 سير 7 سير 1 بلس طونجونت فو طونجونت اي دونك غادي نحسبوا كل وحده شحال كتساوي دكا غادي أه. ا دونك الفا كتساوي بي 4 واضح هادي ليكزيرسيس 55 لاكتون غادي نحلو لي زيكواسيون اه لي زيكواسيون 3 اكس تساوي بي 8 هنا كاين كاين بزاف اللي ممكن انه ديريكتومون يقول لك طونجونت 3 اكس كيساوي طونجونت ديال بي 8 راه متفقين متفقين ولكن خص غير تاكد ان بي 8 كاينه في الانترفال موان 2 بي 2 ولكن هنا عندك واحد هي يعني نصيحه نصيحه لك دابا يعني ماشي عندك اركتون ديال فقط عندك اركتون ديال 3 اكس ما فيها مشكله في انا ما فيها مشكل راه رمو... غادي رمو... دير ديريكت 3 اكس كتساوي طونجون ديال 2 دونك اكس تساوي 1 على 3 طونجون ديال بي دي عفوا اكس 1 على 3 طونجون ديال 8 ولكن أه... أه... كون كانت عندك طونجون ارك طونجون ديال مثلا عندك 3 3 اكس في بلاصتها 3 اكس كاري موان اكس مثلا ولا موان 5 اكس بلس 1 اه. شي حاجه بحال هكا راه ممكن تبدلك شحال من حاجه في لامون في, في الامور ديال ديال لا فونكسيون في لا كونتينيتي ديالها في لا بيجيكتيفيتي ديالها اكسيتيرا اذا خاصك تاكد ان هاد لا فونكسيون هادي كلها اللي كاين هنا اركتون جو دلتا تي اكس سي تي فونكسيون لي بيجيكتيف تفهمي وتكون بيجيكتيف من منين تالين Donc, je l'ensemble de départ, je l'ensemble d'arrivée. Ou être sur 8, qui appartient à l'ensemble d'arrivée, donc un antécédent. Donc, on a pi sur 8, qui est l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, pi sur 8 admet un unique antécédent. Car la fonction x, acte tangent de x, est une bijection de r vers moins pi sur 2, pi sur 2. لان هاد لاكتون طونجون ديال سا اكس الا حسبنا لها لا ليميت في مولان يعطينا عطينا مو بي دو ولا ليميت بلس نافي عطينا بي دو ولكن كون كانت شي حاجه زايده على 3 اكس شي حاجه مخربقه كان ممكن تبدل تولي مثلا زيرو بي سور دو زيرو بي دو دونك هاد هاد بي سور وي خاصها تكون ضروري كاين في الانترفال زيرو بي سور دو ماشي ماشي غنبقاو دائما في كسين حنا في الانترفال مو بي سور دو بي دو فهمت مزيان شنو كنقول حاول انك تركز مزيان شنو كنقول ما دائما حنا خدامين غير في الانترفال موان دو دو على حساب لا كيفاش دايره حنا غنشوفو دي وحدي غادي يشرحو لنا اكثر سي هاد هذا هو 3 اكس كيساوي طونجون ديال 8 اللي هي اكس اه كتساوي 1 على 3 طونجون ديال بي 8 داكو ليكواسيون الثانيه لارك ديال اكس كاري 2 ايغال لارك اكس

وهادي راك تنجو ديال اكس حتى هي خاصها تكون في الانترفال ما بيسيور حتى هي راه كاينه في الانترفال مو بيسيور دو بيسيور دو اي دونك ما عندناش مشكل ندخلو عليهم طونجونت ما عندناش مشكل اي كو الارك طونجونت اي تي فونكسيون انجيكتيف حنا غنزيدو ما لا طونجونت لا والو غنستعملو لانجيكتيفيتي ديال لارك طونجونت شنو معنى دي انجيكتيف يعني الا كانت ارك طونجونت ديال واحد الاي اه كتساوي ارك طونجون ديال إيكغيك 2 يعني أن إيكغيك أن تساوي إيكغيك 2 إي دونك غادي نمشيو ديريكتومون إكس كاري بلوس كتساوي ما, دخلت ما, دخلت ما دخلتش ما عفوا لاحظوا هاد مزيان ما ومع ذلك ما عندناش مشكلة هنا إي دونك إكس كاري بلوس كتساوي إكس يعني أن إكس كاري موان إكس زيرو يعني أن إكس إيكال أن ولا إكس لدينا 2 إي دونك أون دو

لان خرجنا من الانترفال فاهمين ولا لا دونك هنا صافي الاس لونسومبل سوليوشن اي فيد اون باس على ايكواسيون ديال اكس كيساوي بي سور 4 بلس 2 ارك طونجون ديال واحد لاربعة هنا لاحظ واحد القضيه بي سور 4 بلس 2 ارك ديال سور 4 On a un acte de X, dépend de X. Il a un X positif, c'est-à-dire un positif, un X négatif, un négatif. Il a un X négatif. L'équation n'a pas de solution. Il a un acte de journal X inférieur à 0, ou 1 sur 4 plus 2, l'acte de journal X est 0. Donc il n'a pas de solution. Même que ce négatif, il est positif strictement. Débat, il a un X positif.

l'arctangent de x qui est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ça fait. Vous avez Et donc, l'arctangent de x qui est dans l'intervalle 0, pi sur 2. D'abord, qu'est-ce qu'on va dire ensuite On va le dénoncer, pi sur 4. Et le dénoncement pi sur 4, on va le dénoncer moins pi sur 4 ou pi sur 4. C'est-à-dire que l'arctangent de x moins pi sur 4 qui est dans l'intervalle qui est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Vous دابا حنا لقيناها محصوره بين موان بي سور 4 بي سور 4 هذا الانترفال هذا راه اصغر من الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 دو. اي دونك داكشي اللي بغينا راه هو راه صحيح هنا اي اوننا واحد ل 4 محصوره بين 0 و 3 على 3 دونك اركتانجونت ندير واحد ل 4 محصوره بين 0 بي سور 6 تفهمين اي دونك دو لاركتانجونت ندير واحد ل 4 محصوره بين 0 بي سور 3

نبقى نوريكم كيفاش كيفاش درت كان عندي واحد جروب سيونس مات العام اللي فات صراحه كان كيعجبوني انا كيعجبني صراحه نخدم مع سيونس مات علاش لانهم ما ماشي بحال بعض التلاميذ ولا بعض الطلبه اللي اللي كيبقاو مركزين مع الاستاذ آه الاستاذ غلط آه الاستاذ ما دار واحد زائد واحد تساوي اربعه آه الاستاذ ما قلبش هذاك آه ودار غلط الاخطاء ديال الاستاذ حاول تعلم منهم متفقين راه كان عندي واحد الاستاذ انا في الاجازه اللي قراني واحد الموديل اللي هو اللي كان اللي كنكمل فيه دابا الدكتوراه لاناليز فونكسيونيل آه كان كيبقى يكتب يكتب, يكتب 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 تخيل انك يكتب كتكتب معاه هو كيكتب حتى كيعمر السبوره وفي الاخر كيقول كي اه لا 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 لا, لا. غنمسحو هادشي كامل هادشي كامل غلط غادي نعاودو من جديد كيمسح كلشي كنسرق انا ضارب على ديك الصفحه كلها اللي كتبت وكنت كنتعصب منه كنقول استاذ عيان استاذ شحال شحال من حاجه كنا دابا راه باقي هذاك الدفتر ديالو هذاك الوساخ ديالو اللي كان كيضرب عليه باقي دابا كان عندي الدفتر ديالو باقي كنرجع ليه باقي دابا كندخل كنرجع لهداك الشيء كنلقى انه دار واحد الفكره اللي ما ولكن ديك الفكره راه غتنفعني انا في بزاف ديال الحوايج اخرى داكو راه من راه لك من الخطا يتعلم الانسان هذه خصوصا في الماط من الخطا نتعلم الرياضيات من الخطا الا إيه ما كنتيش كتغلط غاتبقى غتبقى غادي ما كتغلطش ما كتغلطش ما كتغلطش حتى واحد اللحظه صافي غادي تلف لان خاص ضروري تعرف الاخطاء باش باش تتفاداهم ما عرفش الاخطاء ما يمكنش تتفاداهم داكو ما نطوروش بزاف دابا شنو قلنا هنا متفقين شنو علاش بد... علاش حولت بيسيور 4 للطرف الاخر لانه الا خليتها ما غاديش نلقى الانترفال اللي باغي دونك نقصت من طرف الطرف الثاني مشيت ورجعته للطرف الاول اي دونك شنو الخلاصه ديال هادشي كله ان هاد l'arc-tangente de x moins pi sur 4 qui est dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, au même ce l'arc-tangente de 1 sur 4, mais euh, moins pi sur 2 pi sur 2. Et donc, on peut appliquer la tangente. Donc, tangente de l'arc-tangente de x moins pi sur 4, ça oui, tangente de l'arc-tangente de x, qui est x, tangente de pi sur 4, qui est 1 sur 1 plus euh, x. On il y a 2 fois, a, fois 1 sur 4 sur 1 moins 1 sur 16 donc il y a la l'équation c'est la base est là -bas, donc x c'est oui laissez rechercher laissez maintenant à l'exercice 56 page 58 la limite de la l'arc tangente de la 3x sur x x tend vers 0 on va dire que c'est 3x on doit faire 3 d'accord et donc c'est oui 3 l'arc tangente qui me rappelle l'arc tangente de x et x اكس طون زيرو هي واحد دونك تكون عندك 3 اكس خط... على 3 اكس دونك راه كتساوي واحد فاهمين لا ليميت الثانيه لا ليميت ديال ديال اكس 4 اكس على اكس دائما داكشي داخل يكون لتحت في المقام اي على اكس كاري 4 اكس وغنضربوا اكس كاري 4 اكس مقسوم على اكس هاد اكس كاري بليس 4 اكس فاكتوريزي باكس واختزل بها غتبقى عندك اكس الى كلها زيرو. أه واحد عفوا علاش لان اكس كاري بلس 4 اكس راه ممكن نوضعو واحد الايكغ صافي ممكن نوضعو ربما كتبتها من بعد اه كتبته هنا ممكن نوضعو هاد اكس كاري بلس 4 اكس هي واحد الايكغ اي دونك غتولي عندك هاد لا فونكسيون هادي مكتوب على شكل ا لارك طونجون ديال ايكغ على ايكغ ايكغ طونفير زيرو اللي هي واحد صافي راه ما كيهمناش اشنو هنا فين طونفير فير هاد ايكغ ولا هاد اكس فين طونفير ماشي بالضروره طونفير زيرو راه تقدر تكون طونفير لانفيني تقدر تكون طونفير ان تكون طونفير اي حاجة اللي مهم عندنا شنو هو هو هادشي اللي داخل لارك طونجونت و هادشي اللي كاين مقسوم لتحت خصهم يكونوا بحال بحال و بجوج بجوجهم طونفير زيرو فاهمين بحال مثلا عندك لارك طونجونت ديال واحد على اكس مقسوم على واحد على اكس هنا داخل لارك طونجونت الداخل ديال لارك طونجونت كاين واحد على اكس وفي في المقام هنا كاين واحد على اكس دونك بحال بحال و اكس الى كان طونفير بليس لانفيني واش غتعطيني هادشي واحد غيعطينا واحد هادشي غيعطينا واحد علاش لان واخا اكس طونفير بلس انفيني راه واحد على اكس هي اللي كتهمنا واحد على اكس فين طونفير طونفير زيرو اي دونك هاد لا ليميت هادي فعلا كتساوي واحد راه فعلا لا ليميت ايجيال ديال ديال ديال, 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 الارك كله الارك ديال لا طونجونت اي دونك هادشي كولو يساوي 4 لا ليميت الاخرى هي لا ليميت ديال لارك طونجونت ديال اكس بوسونس 4 موان اكس لا فالور ابسوليو دو اكس طونفير بلس انفيني شنو معنى فالور ابسوليو دو اكس طونفير بلس انفيني يعني ان اكس كتساوي اما طونفير اما بلس انفيني ولا طونفير موان انفيني صافيين في لي دو كا عندنا هاد لا ليميت كتساوي بلس سور دو علاش لان لا ليميت ديال اكس بلس اونس كاتر موان اكس في بلس لانفيني كتعطيك بلس لانفيني وفي موان لانفيني كتعطيك بلس لانفيني في جميع الحالات كتعطيك بلس لانفيني اي دونك لاكونجون ديال بلس لانفيني بلس سور دو لا ليميت الاخرى لا ليميت ديال اكس كاري بلس بلس ان فوا لاكونجون ديال ان سور اكس اكس تون فير موان لانفيني دونك هاد ان سور اكس خصنا نقسمو على ان سور اكس كيما كنت كنقول دابا وبما ان ان سوري اكس ما كانتش عندنا خصنا نضربو فيها نفسها وهاد اكس كار بلس ان غتبقى اكس كار بلس ان دابا غنديرو واحد شوجمون دو فاريابل غنوضعو ي يساوي ان سوري اكس دونك هاد ان سوري اكس غتبقى عندك ي وهنا ان سوري اكس هي ي وهاد ان سوري اكس هي ي وهاد اكس كاري هي ان سيو ي كار اي دونك هادي ان سوري ي كاري الا الا نشرنا ان سوري ي كار وهادي ي دكوا غادي ان سور اكس هي ايغريك اي دونك الا نشرنا هادشي غتبقى عندنا ان سور ايغريك بلس ايغريك اي دونك دابا الا عوضنا ب ايغريك بزيرو لان ايغريك اكس طون فير مون انفيني اكس غد... ايغريك غادي يولي طون فير زيرو اي دونك هادي عندك ايغريك دا... لاك طونجون ديال ايغريك على ايغريك هي واحد وهادي هي موان انفيني دكوا لا ليميت دابا ديال اكس اك طونجون دو اكس موان بي سور دو فوا اكس on va factoriser par x en supposant fait, que l'arctangente de x moins pi sur 2, la limite lorsque x tend vers plus l'infini eh bien là haut tirera forme indéterminée euh sinon on dira un peu après on va s'utiliser la formule qu'on a qu une positive. il a x positif il a quand x positif l'arctangente de, 1 de x 1 sur x c'est pi sur deux eh bien x tend vers plus l'infini donc là positif et donc l'arctan l'arctangente de x c'est l'arctangente de 1 sur x c'est 1 pi sur deux et donc هادي كاملة شنو كتساوي كتساوي موان لارك رتقونجون ديال ان سيلكس اي دونك لارك رتقونجون ديال ديال ان سيلكس خصنا نقسمو على على ان سيلكس نيت اذا غتعطيني هي موان 1 صافي ممكن اننا نديرو شونجمون دو فاريابل باش تبان ليكم اكثر لانه خطون فير بلس لانفيني راه عندنا حق نستعملو لا ليميت ايغال 1 اي. اي دونك لا ليميت الاخير كتساوي موان 1 دابا لا ليميت ديال لارك ديال 1 سور 1 اكس كاري بي سور اكس 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 بلوس. يعني نفس نفس الحاجة نفس الحاجة داكوغ هنا يعني في فيها. في راني في الاول راني درت درت بي سور ما درت, درت بي ديال دي واحد ناقص اكس لان يعني عندك واحد اكس كاري. نقدر نرجع هي بي سور دو موا ا طونجون ديال موا دي ان موا اكس كاري ولكن ماشي بي سور دو موا بي سور دو علاش لان هاد المره آآ آآ هاد الاكس اللي لداخل هنا راه نيجاتيف هاد واحد على واحد ناقص اكس كاري راه نيجاتيف علاش لان اكس كبر من واحد دونك اكس كاري كبر من واحد دونك موا اكس كاري صغر من واحد صغر من ناقص واحد اي دونك ان موا اكس كاري راه نيجاتيف دكور بما انه نيجاتيف ما غنستعملوش لا ارك ارك زائد على تساوي بي 2 لا في هذه الحالة اللي غتساوي موان بي سير إي دونك غتساوي موان بي سير موان لارك ديال ان دي موان إكس كاري بي مع بي غتبقى عندي لا ليميت ديال ديال إكس كاري سور إكس موان دونك غادي <applause> هاد هاد موا غادي نهبطها لتحت باش تبقى عندي ان موا اكس هاد ان موا اكس خاصني نضربها في ان بلس اكس باش تولي عندي ان موا اكس كاري بحال بحال هادي نفسها وهاد ان موا اكس كاري فين طونفير الا كان اكس طونفير ان هادي غتكون طونفير زيرو اي اون بو ابليكي لا ليميت ايجيال جيال اي دونك هادي كتساوي واحد وهادي تساوي دو دونك لا ليميت تساوي دو دابا لا ليميت ديال اكس موان دو غاسين ديال اك طونجون دو اكس موان بي سور كاطخ موان زان اكس موان زان شنو كتساوي هادي غنحاولوا هاد, اكس موان سي غادي ندخلوها للغاسين ولكن الا دخلناها للغاسين غنضربوها فوا 1 سيغ الغاسين ديال اكس موان متفقين لان دخلنا للغاسين خصنا اوكاري خصنا وحده اخرى باش الا تضربات معاه تولي اوكاري وتحيد الغاسين وترجع كيف كانت وهذا الشيء كله يساوي منافين علاش لان هاد لاركتون هاد لا ليميت هادي ممكن نحسبوها تعطينا نشوفوا شحال عطينا غاسين ديال ان سيغ 2 ركز معايا مزيان علاش كار لا ليميت ديال الغاسين راه هي اك ديال اكس مو اك طونجون ديال واحد اللي هي بي سور 4 على اكس موان زان هادي شنو هي هي واحد اف دو اكس ناقص اف ديال واحد على على اكس ناقص واحد اللي هي اف بريم ديال واحد دونك هي اك طونجون بريم ديال واحد لا طونجون بريم ديال واحد هي واحد على ديال جوج اي دونك الا كانت تساوي غاسين ديال واحد على جوج هادي غاسين ديال واحد على جوج مضروبه في موان دو هي موان دو غاسين ديال واحد على جوج وهنا واحد على Euh, x tend vers 1 plus, donc elle est plus euh, 0 plus. Donc, où elle est plus l'infini Plus l'infini fois moins, un suis nombre, donc moins l'infini. Etc. D'abord, la limite, l'arc tangent, c'est la racine 3 de x moins 1 sur x moins 1. x tend vers 1 plus. On va y, c'est la racine 3 de x 1. Donc, y est la tend vers 0 plus. Alors, l'arc tangent, c'est la racine 3 de la x moins 1. sur y 3 غادي ناخذ واي ونخليو واي او بوحدها هذه غاتعطينا واحد وواحد على زيرو بلس هي بلس لافيني داكو غادشي اللي عندك هنا والحصه الجايه ان شاء الله غادي ندخلو الشابيتر 2 لان هاد لارك تونجونت كان هو هو صعيب في هاد الشابيتر هذا في الحصه الجايه غادي نعطيكم اللي بعدا لو بلون اللي ناوي ان شاء الله نخدموا به وممكن انكم هذا هادشي في لي كومونتير أه الحصه الجايه غادي تكون حصه ديال ديال الدرس الشابيتر الثاني وغادي نبقاو غادي بنفس الميثود غنخدم بنفس الميثود اللي درت دابا في الشابيتر 1 غنبقى خدام بها في طول السنه ولكن في واحد اللحظه غنبدا ندير دي دوفوار غنبدا ندير دي دي زيكزيرسيس نقدر انني نجيب دي زيكزيرسيس اللي عندي عندي دي زيكزيرسيس اللي خارجين من المفيد بغيتو انني نخدم معكم دي زيكزيرسيس خارج من المفيد ممكن ان نديروها ونقدر نديرو سلسله اخرى بحالها داكوغ سلسله اخرى نخليو سلسله فقط ديال المفيد بوحدها وسلسله اخرى خارجه من 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 المقرر ديال المفيد ممكن انني نجيب دي زيكزيرسيس وحدين اخرين من عندي ونخدمو دي زيكزام زي قدام اكسيتيرا داكوغ هادشي اللي كاين هنا والسلام عليكم ورحمه الله